هناك بعض الناس يأخذون فتاوى من أشخاص أو حتى دعاة أو بعض المفتين ويأخذها بالمقولة اللي تقول حطها في رأس مطوع وخلاص، قد لا يكون مقتنع بالفتوى ويذهب يتزوج زواج بنية الطلاق المقطوع به ويقول أنا عندي فتوى أخذت بها وأبدا حلال. على كل حال من أفتاك وأنت تتساهل وتتلاعب بها الفتوى ما قال لك حمل فتواي ما لا تحتمل، ولو علم من أفتاك بذلك ما صار نتيجة هذه الفتوى من التساهل والتلاعب وتوظيفها بما أخرجها عن المقصد الشرعي لما أفتاك ولما تردد أيضا في الرجوع عن فتواه إذا كانت ستحمل ما لا تحتمل. نعم.